بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض محاضرات الترانسبورت فينومينا 1، المحاضرة رقم 9. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على الستريم فانكشن اناليسز، واخدنا اكزامبلز على الكريبينج فلو اللي اهملنا فيه الانيرشال تيرم، وكان الفيسكوس تيرم بس هو المهم. النهارده هنتكلم على عكس بقى الكريبينج فلو اللي هو الايديال فلو، وهنشوف ازاي هنحل مسائل على الايديال فلو ونستخدم الكومبلكس بوتنشال فانكشن، وناخد انتروداكشن سريعه للباوندري لاير. فلو اوف انفيسيد فلويدز، يعني ايه انفيسيد فلويدز؟ فيسيد يعني لو فيسكوستي، انفيسيد يعني مالوش فيسكوستي. طب هو في فلويد مالوش فيسكوستي؟ لا طبعا، كل الفلويدز ليها فيسكوستي، بس عشان اسهل الحل في بعض المسائل فبفترض ان الفيسكوستي قليله، يعني بحيث ان هي تقترب الى الصفر، وده يعني فور انجينيرنج بيربسز كويس جدا في حاجات مثلا زي الغازات او حتى الليكويدز منخفضه اللزوجه زي الميه في بعض الكيسز. فلو تخيلنا مثلا هنا كيس عندي سوليد سيرفيس وفي فلويد بيتحرك حواليه، فهنشوف كمان شويه مع بعض ازاي هنوصف الفلو حوالين السوليد ده بعيد عنه شويه، حيث الكونديشنز بنسميها ايديال فلو او انفيسيد فلو، يعني زيرو فيسكوزيتي. وجنب بقى السوليد ده ما اقدرش اقول ان الفيسكوستي بصفر، لان انا عارف ان عند السوليد ده في نو سليب باوندري كونديشن، فما اقدرش اقول ان جنب السوليد ده الفلو ايديال او انفيسيد برغم ان الفيسكوستي قليله. فبنسمي الحته دي باوندري لاير، يعني الحته الصغيره اللي جنب السوليد اللي لا يمكن هقدر اهمل فيها الفيسكوستي او الفيسكاس تيرم. يبقى اهميه وجود حاجه اسمها باوندري لاير هو ان انا عندي نو سليب باوندري كونديشن عند الوول، والفيلوسيتي جريدينت عند الوول بتديني فيسكس افكت، لكن بعيد عن الوول ديت بقدر افترض الايديال فلو، وبالتالي جنب الوول دي ما اقدرش افترض ايديال فلو نتيجه الحاجات دي. فيعني جنب الوول دي في بقى ميكسد ما بين الانيرشيا والفيسكس افكت. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنوصف رياضيا الايديال فلو. كنا اخذنا في المحاضره اللي فاتت الايكويشن اوف تشينج اوف فورتيسيتي اللي هي الدواميه، يعني اللي هي كانت اوميجا اللي هي ديل كروس في او نابلا كروس في اللي هو الكيرل بتاع الفيلوسيتي، تمام؟ فده كانت الايكويشن اوف تشينج اوف فورتيسيتي. نقدر ببساطه ان احنا نغير في المعادله ب الفيكتورز ايدنتيتي ونوصل بيها لهذا الشكل، برضو اتس ذا سيم ايكويشن اوف تشينج اوف فورتيسيتي، والفورتيسيتي اللي هي اوميجا، تمام. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على ايديال فلو، يعني قلنا الفيسكوستي انفيسيد يعني الفيسكوستي بصفر خلاص. فالترم ده اللي فيه نيو اللي هي ميو على رول الكيناماتيك فيسكوستي هنهمله او هنقول ان هو صغير جدا، فهنعتبره بصفر. يبقى المعادلة بتاعتي هتبقى بهذا الشكل، Material Derivative of الـ Vorticity هتساوي الـ Vorticity dot del V. طيب احنا هنفترض مع بعض ان انا عندي 2 Dimensional Flow، يعني الـ Velocity في X و Y وبالتالي فالـ Vorticity في Z، تمام؟ يبقى الترم ده اللي هو الـ Vorticity dot del V هتبقى الفورتيسيتي فقط في اتجاه الزد. احنا طبعا عارفين الكلام ده من قبل كده ان الفورتيسيتي بتبقى عمودي على اتجاه الفيلوسيتي، فلو عندي 2 دايمنشنال في اكس وفي واي يبقى الفورتيسيتي فقط موجوده في الزد، تمام؟ فيبقى اوميجا زد اي زد، اوكي، دوت ديل في انا عندي الفيلوسيتي فقط في اتجاه الاكس والواي، يبقى ما عنديش في زد وما عنديش اي ديبندنس على الزد، يعني البارشل زد ده مش موجود لان انا عندي 2 دايمنشنال فلو خلاص. يبقى الديل في هتبقى بارشل في اكس بارشل اكس اي اكس اي اكس
partial Vy, partial X, Ex, Ey, partial Vx, partial Y, Ey, Ex, partial Vy, partial Y, Ey, Ey. خلاص؟ يبقى المعادلة بهذا الشكل. تعالوا نشوف بقى، هتبقى بصفر. ليه؟ لأن Ez dot Ex بصفر، Ez dot Ex بصفر، Ez dot Ey بصفر، وهكذا. فكل الدوت برودكت للترم ده مع كل الترمات دي هتبقى بصفر، تمام؟ يبقى إذن كمان الترم ده هيبقى بصفر. بس خد بالك الكلام ده لل 2 dimensional flow في وليكن Vx و Vy. طيب يبقى الايكويشن بتاعتنا ان الماتيريال ديريفاتيف اوف اوميجا الفورتيسيتي بتساوي صفر. طيب لو انا بفترض ان انا عندي ستيدي ستيت بروبلم او ستيدي ستيت كونديشنز، يبقى البارشال اوميجا بارشال تي بيساوي زيرو، يبقى المعادله بتاعتي هتبقى في دوت ديل اوميجا بيساوي صفر. طيب انا عندي تو دايمنشنال فلو فاوميجا في اتجاه الزد، يبقى المعادله في الزد دايركشن فقط هتبقى v دوت ديل اوميجا بيساوي 0، كانها بقت اوميجا هنا كانها سكيلر يعني، لانها في اتجاه الزد فقط يعني. يبقى اذا اوميجا كونستنت، يبقى الفورتيسيتي كونستنت. يبقى احنا وصلنا لكونكلوجن مهم جدا، ان في الايديال فلو ستيدي ستيت تو دايمنشنال الفورتيسيتي بتساوي كونستانت، تمام؟ طيب تعالوا كده نركز مع بعض دقيقتين. لو انا عندي سبمرجد اوبجكت، اي اوبجكت سبمرجد في فلويد، سواء الفلويد ده هواء او ميه او وات ايفر، بس حاجه تكون الفيسكوستي بتاعتها قليله، والفلو البالك فلو بعيد عن الاوبجكت دوت، ما فيهوش فورتيسيتي، وده منطقي لان هو بالك فلو ومفيش افكت للوول لانه بعيد عن الوول، بعيد عن السبمرجد اوبجكت ده، وبالتالي مفيش حاجه هتعمل جريدينت في الفيلوسيتي، فمفيش سبب للفورتيسيتي، فغالبا الفورتيسيتي بصفر. فبعيد عن الفلويد ده الفورتيسيتي بصفر، واحنا اثبتنا هنا اهو ان الفورتيسيتي كونستانت. طيب طالما الفورتيسيتي سموير بزيرو والفورتيسيتي في الايديال فلو كله كونستانت، يبقى الفورتيسيتي في الايديال فلو كله بصفر. عشان كده بنسمي دايما الايديال فلو في التو دايمنشنز ان هو ايروتيشنال. ليه؟ لان الفورتيسيتي دايما بصفر. اللوجيك واضح خالص، الفورتيستي اثبتنا ان هي كونستانت، وبعدين لقينا ان هي بعيده عن السبرجد اوبجكت ده بتبقى بصفر، يبقى اذا افري وير بصفر، لان احنا قايلين في الاول ان هي كونستانت. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي هنبتدي نوصف الانفيسيد فلو دوت. احنا شفنا من السلايد اللي فاتت وصلنا الى ان الفورتيسيتي بتساوي صفر، تمام؟ ومن الديفينيشن بتاع الفورتيسيتي لو احنا بنفترض يعني ان الفلو في الاكس والواي وبالتالي الفورتيسيتي في اتجاه الزد، ف من الديفينيشن بتاع الفورتيسيتي يبقى بارشال في اكس بارشال واي ماينس بارشال في واي بارشال اكس بيساوي زيرو، ده من الديفينيشن. وطبعا من الكونتينيوتي ايكويشن partial vx partial x زائد partial vy partial y، وطبعا ما فيش vz، يبقى مجموعهم بيساوي صفر. يبقى دول المعادلتين اللي بيوصفوا الـ ideal flow، طبعا incompressible و 2 dimensional. طيب تعالوا كده نبص على الـ equation of motion. الطرف الشمال rho في partial v partial t زائد، احنا الجزئين دولت هم عبارة عن V dot del V، تمام؟ V dot del V اقدر افكها بالشكل ده، del نص V square زائد ناقص V cross del cross V بيساوي الجريدينت بتاع البريشر زائد الجزء الخاص بالفيسكوستي اللي هو ميو del square V. فطبعا ميو احنا بنفترض هنا ان هو انفيسيد فلويد، فمفيش الفيسكوستي بصفر، فالترم ده
بتاع الفيسكوستي بصفر، تمام؟ فهيفضل الجزء ده من المعادلة والبريشر، تمام؟ طيب احنا عارفين ان هو الروتيشنال، فالاوميجا بصفر يعني ديل كروس في بصفر، يبقى الجزء ده بصفر، تمام؟ وهنقول ستيدي ستيت يبقى بارشل في بارشل تي بصفر، يتفضل الديل نص في سكوير والجريدينت بتاع البريشر، فلو كملنا على طول يبقى نص رو في سكوير زائد البريشر يساوي كونستانت، وطبعا الفي هي في اكس سكوير زائد في واي سكوير، تمام؟ دي بنسميها برنولي ايكويشن للانكمبرسبل بوتنشال فلو، والكونستانت دوت ثابت لكل الستريم لاينز اللي في الايديال فلو او البوتنشال فلو اللي احنا بنتكلم عنه. وده صورة الأستاذ برنولي. تعالوا نتعرف دلوقتي على البوتنشال فانكشن. احنا من السلايدز اللي فاتت عرفنا ان الايديال فلو في التو دايمنشنال بيبقى الروتيشنال، يعني الفورتيسيتي بصفر، يبقى ديل كروس في بيساوي صفر. طيب لو الفورتيسيتي بصفر معناها ان انا اقدر اعبر عن الفيلوسيتي بجريدينت لاي سكيلر فانكشن. ليه؟ لان لو تعالوا كده ايه، طالما ديل كروس في بصفر احنا عارفين من الفيكتورز ايدنتيتيز ان ديل كروس ديل اي حاجه سكيلر بتساوي صفر، اثبتناها قبل كده. وبالتالي طالما ديل دوت في بتساوي صفر يبقى اقدر اشيل في واحط مكانها ديل فاي او ماينس ديل فاي، مش هتفرق يعني، خلاص. يبقى بنقدر نعبر عن الفيلوسيتي بحاجه اسمها البوتنشال فانكشن او بالفيلوسيتي بوتنشال اللي هو اسمه فاي، تمام؟ طالما في بتساوي ماينس ديل فاي يبقى في اكس بيساوي ماينس بارشال فاي بارشال اكس، وفي واي بيساوي ماينس بارشال فاي بارشال واي، تمام؟ لكن احنا عارفين ان الاستريم فانكشن ساي بنقدر نعبر عن الفيلوسيتي ب في اكس بتساوي ماينس بارشال ساي بارشال واي، وفي واي بتساوي بارشال ساي بارشال اكس، ده عارفينها من الستريم فانكشن. طيب لو بصينا لدول بقى وشفنا الوجه الشبه ما بينهم، يبقى طبعا في اكس بتساوي في اكس، يبقى بارشال فاي بارشال اكس بيساوي بارشال ساي بارشال واي، وبارشال فاي بارشال واي بيساوي ماينس بارشال ساي بارشال اكس. دول بنسميهم كوشي ريمان ايكويشنز. اي تو فانكشنز بيحققوا الايكويشنز دي بنسميها كوشي ريمان ايكويشنز، ولما الايكويشنز دي بتتحقق بقدر اعبر عن الساي والفاي بحاجه اسمها الكومبلكس بوتنشال، هنشوفه في السلايد اللي جاي. يبقى دلوقتي زي ما اتفقنا عندنا كوشي ريمان ايكويشنز اللي هي العلاقه ما بين الديريفاتيفز بتاعه الفيلوسيتي بوتنشال والستريم فانكشن، تمام؟ التو ايكويشنز دولت كوشي ريمان ايكويشنز قلنا لو هما موجودين ما بين اي تو فانكشنز هنا فاي وساي، يبقى بتوجد فانكشن اسمها الكومبلكس بوتنشال. بقدر اقول ان اوميجا او الكومبلكس بوتنشال بيساوي جزء ريال وجزء ايماجينري، فاي زائد اي ساي، تمام؟ حيث فاي دي اللي هي الفيلوسيتي بوتنشال وساي اللي هي الاستريم فانكشن. اقدر بسهوله كمان اثبت التو دايمنشنال لابلاس ايكويشن. ايه دي هي التو دايمنشنال لابلاس ايكويشن؟ اللي هي ديل سكوير فاي بصفر وديل سكوير ساي بصفر. ازاي؟ ببساطه جدا، عشان اثبت ان ديل سكوير فاي بصفر هفاضل المعادله دي بالنسبه لاكس وفاضل المعادله دي بالنسبه لواي واجمعهم على بعض. طيب هيديني ديل سكوير فاي بصفر. هنا في ديل سكوير ساي بصفر هفاضل ده بالنسبه لواي وفاضل ده بالنسبه لاكس واطرحهم من بعض هيديني ديل سكوير ساي بصفر، تمام؟ يبقى دي بنسميها تو دايمنشنال لابلاس ايكويشن. ودلوقتي الكومبلكس بوتنشال W ده الناس بتوع الرياضه بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا طالما عندك 2 دايمنشنال لابلاس ايكويشن وكوشي ريمان ايكويشن متحققه، يبقى اي اناليتيكال فانكشن، اي اناليتيكال فانكشن ل
اوميجا يعني اي فانكشن لاوميجا عباره عن جزء ريال وجزء ايماجينري بتعبر عن ايديال فلو حول جسم ما. اي فانكشن تحطها ليها جزء ريال وجزء ايماجينري هتعبر عن سم فلو بروبلمز حوالين جسم ما، تمام؟ وات ايفر بقى شكل الجسم ده، دايره، مربع، مستطيل، اي حاجه، تمام؟ يبقى احنا زي ما اتفقنا عندنا complex potential اللي هو W عبارة عن function فيها جزء real وجزء imaginary. الجزء real بيعبر عن ال velocity potential وجزء ال imaginary بيعبر عن ال stream function، وده لأي مسألة فيها flow حوالين أي object بقى بغض النظر ال object ده شكله ايه، خلاص؟ طيب عايزين بقى نشوف لو أنا عندي W دي أو عندي ال complex potential ده أقدر إزاي احصل على اللي انا عايزه اللي هو مثلا وليكن الفيلوسيتيز مثلا. تعالى نفاضل W ده بالنسبه ل Z، تمام؟ Z طبعا اللي هي X زائد اي واي، تمام؟ لو انا فاضلته تعالوا نعمل التشين رول، فكل واحده من دول هتتفاضل، دي مثلا بتتفاضل بالنسبه ل X في دي X دي Z، ودي بتتفاضل برضو بالنسبه ل ساي بتتفاضل بالنسبه ل X في دي X باي دي Z، تمام؟ دي اكس باي دي زد بتساوي واحد، طبعا احنا عارفينها من الايماجينري نمبرز البروبرتيز بتاعتها، وعلى فكره تقدر يعني تراجع الايماجينري نمبرز يعني هنحتاجها في المسائل في الجزء ده، فتقدر تعمل كده ايه كويك سكان للايماجينري نمبرز في مثلا كالكولس وذ ايماجينري نمبرز او وذ كومبلكس نمبرز، فاي كتاب رياضه يعني تشوفه يعني، تمام؟ ف دي اكس باي دي زد بواحد، يبقى اذا دي دبليو باي دي زد هتساوي دي فاي باي دي اكس زائد دي ساي باي دي اكس فاي، تمام؟ طيب لو فضلت فاي بالنسبه ل اكس هيديني ماينس في اكس، ولو فضلت ساي بالنسبه ل اكس هيديني في واي، يبقى اذا دي دبليو باي دي زد هتساوي ماينس في اكس زائد اي في واي، وبنسمي الديفرنشال ده الكومبلكس فيلوسيتي. طيب الفايده اللي انا استفدتها ايه من التفاضل ده؟ ان انا لو انا عندي W لو الفانكشن دي موجوده لو فضلتها بالنسبه ل Z ابقى حصلت على الفيلوسيتي، يعني لو انا عندي فاي اوريدي موجوده او يعني المعادله دي جيفن، مجرد التفاضل بالنسبه ل Z هيديني الفيلوسيتيز Vx و Vy طبعا as function of x و y، احنا بنتكلم هنا على 2 dimensions. وزي ما عبرنا عن الكومبلكس بوتنشال اللي هو W as function of Z، اقدر اعكس نفس اعكس المعادله واقول Z as function of W. في الحاله دي بقى مش phi as function of x و y و psi as function of x و y، لا هتبقى Z اللي هي function of W بتساوي x و y كل واحده منهم function في phi و psi. يبقى شكل المعادله بيختلف لكن هي نفس الفكره، ان في النهايه انا عندي ال فاي وساي دول فانكشن في اكس وواي او اكس وواي فانكشن في فاي وساي، اتس ذا سيم، مجرد طريقه الايه العرض او طريقه الفانكشن نفسها هي اللي بتختلف. طيب لو انا جيفن عندي زد از فانكشن اوف دبليو عكس بقى ما كان دبليو فانكشن في زد، ازاي اقدر احصل على الفيلوسيتي؟ سهله جدا، احنا من السلايد اللي فاتت كنا قلنا ان دي دبليو او دي اوميجا دي زد بتساوي ماينس في اكس زائد اي زائد اي في في واي، فاعكسها تبقى دي زد باي دي دبليو واحد على ماينس في اكس زائد اي في في واي، تمام؟ طيب تعالى نضرب في الكونجوجيت بتاعه اللي هو هيبقى في اكس زائد اي في واي وفي اكس زائد اي في واي، طبعا بص زي ما هو المقام في اكس في ماينس في اكس بماينس في اكس سكوير وفي واي i في في واي i بماينس في واي سكوير، خد الماينس عامل مشترك يبقى دي زد باي دي دبليو هتساوي في اكس زائد i في واي على ماينس في اكس سكوير زائد في واي سكوير، وادي الماينس الناحيه الثانيه يبقى ماينس دي زد باي دي دبليو بيساوي الصوره دي. يبقى اذا لو انا عندي زد از فانكشن اوف دبليو يبقى كل القصه ان انا هفاضل دي زد باي دي دبليو واحصل على الفيلوسيتي
طبعا هيبقى الجزء الريال هو في اكس على في اكس سكوير زائد في واي سكوير، والجزء الايماجينري اللي هو في واي على في اكس سكوير زائد في واي سكوير، واقدر بالتالي اجيب في اكس وفي واي. الخلاصه ان انا عندي فاي واكس وواي دي فانكشن، وساي واكس وواي دي فانكشن. اعبر عنهم بقى بالطريقه اللي انا يعني بطريقه من اتنين، يا اما فاي تبقى فانكشن في اكس وواي، يا اما اكس تبقى مثلا فانكشن في فاي وساي وهكذا. تمام؟ فلكن الصوره العامه ان انا عندي فانكشن ما بين اكس وواي وفاي، وفانكشن تانيه ما بين اكس وواي وساي. طيب سواء عندنا W اللي هي الكومبلكس بوتنشال از فانكشن اوف زد، او زد فانكشن في W، بنقدر نعمل حاجه لطيفه قوي اسمها الفلو نت، شبكه الفلو. شبكه الفلو دي بتتكون من خطوط بنسميها ستريم لاينز، وخطوط عموديه عليها بنسميها ايكوي بوتنشال لاينز. ستريم لاينز دي ساي بيساوي كونستنت، ودي اتكلمنا عنها في الستريم فانكشن. لما اتكلمنا على الستريم فانكشن قلنا ان ساي بتساوي كونستنت، دي بنسميها ستريم لاينز، وبتوضح مسار الايه الفلويد وهو بيتحرك. بيبقى عمودي عليها الايكوي بوتنشال لاين، يعني فاي بيساوي كونستنت. وعايزك كده يعني تركز معايا في الفيزيكال مينينج. احنا دايما بنقول البوتنشال ده كانه درايفنج فورس، يعني حتى في الاكسبريشنز بتاعتنا لما بنتكلم نقول مثلا فلان ده عنده بوتنشال انه يبقى مثلا دكتور كويس او مهندس كويس او رجل اعمال كويس، بوتنشال كانه عنده امكانيه او درايفنج فورس. فالفلو بيحصل لما بيبقى البوتنشال ده الفاي ده في تشينج، في فاي مثلا بخمسه وفاي باربعه، ففي بوتنشال للحركه. لكن لما يبقى عندي ايكوي بوتنشال لاين، يعني كان كل نقطه منهم الفاي بتاعتها ثابته ما بتتغيرش، او يعني ما فيش درايفنج فورس للفلو انه يحصل، فالخطوط دي بتبقى الفيلوسيتي بتاعتها صفر. يبقى اي خط ايكوي بوتنشال، الخط ده مثلا الدوت ده كده، الخط ده ايكوي بوتنشال، يبقى في الاتجاه ده او على الخط ده مفيش حركه، مفيش فلو. تمام؟ ده مهم جدا ان احنا نفهمه. ونشوف في السلايد الجايه شويه بروبرتيز للايكوي بوتنشال لاينز والستريم لاينز. اول حاجه ان الستريم لاينز والايكوي بوتنشال لاينز ار perpendicular تو ايتش اذر، كل واحد فيهم عمودي على التاني، وده منطقي ان الفلو لو ماشي في اتجاه يبقى العمودي عليه ما فيش حركه. تمام؟ وبالتالي فدي منطقيه. ستريم لاينز اند ايكوي بوتنشال لاينز كان بي انترتشينجد تو جيت ذا سوليوشن اوف انذر فلو بروبلم. يبقى انا ممكن لو انا عندي ستريم لاينز وايكوي بوتنشال لاينز وبعدين عكستهم، خليت الستريم لاين بقى ايكوي بوتنشال والايكوي بوتنشال بقى ستريم لاين، ده حل مساله ثانيه. يبقى كان انا ايه بحل مساله ثانيه. ثالث حاجه، اني ستريم لاين مي بي ريبليسد باي سوليد سيرفيس. This follows from the boundary conditions that the normal component of the velocity is zero while the tangential is not restricted. خلينا ناكد على حاجه هنا، ان في الايديال فلو انا بتكلم على ان انا بعيد شويه عن السيرفيس، وبالتالي فما عنديش السليب باوندري كونديشن، يعني سوري ما عنديش نو سليب باوندري كونديشن، عندي سليب باوندري كونديشن. يبقى انا في الايديال فلو مسموح لي ان انا اعمل سليبج، اقدر اتزحلق الفلويد ممكن يتزحلق على السيرفس، لانه اساسا الايديال فلو معمول ان هو يبقى بعيد عن السيرفس. تمام؟ وبالتالي لو انا بحل مساله ايديال فلو وبحلها على السيرفس، فانا مسموح لي ان يبقى عندي سليب كونديشن. لكن طبعا ما ينفعش يبقى عندي نورمال فلو، ما ينفعش يبقى السطح اتجاه الفلو عمودي عليه وبيتحرك، ما ينفعش، مش هيخترق السوليد، لكن هو ايه هيقدر يتزحلق عليه. تمام؟ وبالتالي فمسموح في الايديال فلو بالسليبج كونديشن. تمام؟ هتقولي طب بس هو المفروض الايديال فلو ما يبقاش واصل للسيرفس. مظبوط، المفروض ان الايديال فلو يبقى ابعد شويه عن السيرفس، لكن بفرض ان انت بتحل مساله واسيومنج ان الايديال فلو بيحصل افري وير، سواء على السيرفس او بعيد عنه، يبقى لازم تبقى فاهم ان ممكن يكون عندك سليبج، ممكن يبقى فيه سليب كونديشن، فيه زحلقه على السيرفس، الفيلوسيتي مش صفر. تمام؟
طيب عندنا example دلوقتي، مديني W اللي هي ال complex potential طبعا as function of Z هتساوي minus V infinity في R Z على R زائد R على Z. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي show that the complex potential below اللي هو دوت describes the potential flow around a circular cylinder of radius R when the approach velocity is V infinity in the positive X direction. يعني عايزني اثبت ان الوصف ده بتاع الفلو عباره عن فلو حوالين سيركولار سيلندر، وطبعا احنا بنتكلم على 2 دايمنشن، وبالتالي فانا هنا مطلوب مني ان انا اثبت ان الفلو ده فلو حوالين سيركل، تمام؟ وطالب مني بعد كده الفيلوسيتي فيكتور في اكس وفي واي يعني، وعايز البريشر ديستريبيوشن في على السيلندر سيرفيس when the modified pressure far from the cylinder is P infinity. بعيد عن السيلندر modified pressure P infinity. كده عندنا ال complex potential اللي هو W. احنا عارفين طبعا هو الجزء الريال هو فاي والجزء الايماجنري هو ساي. خلاص، فهو العلاقة اللي مديها لنا في المسألة ان ال complex potential بيساوي minus V infinity في R زد على ار زائد ار على زد. فطبعا هنا موجود الريال والايماجنري موجود هنا والريال والايماجنري موجود هنا، فهنحاول نظبطهم بحيث نجمع الريال مع بعض والايماجنري مع بعض. خلاص، اول حاجه هندخل الار جوه القوس، فهتروح مع الار هنا وهنا تبقى ار سكوير، تمام؟ بعد كده هشيل زد واحط اكس زائد اي واي، تمام؟ قيمتها، وبرده نفس القصه زد في المقام هتبقى اكس زائد اي واي. عشان اتخلص من الايماجنري في المقام هضرب في الكونجوجيت اكس ناقص اي واي في البسط والمقام، تمام؟ بعد كده في المقام هيبقى اكس سكوير زائد واي سكوير الاكس زائد اي واي في الكونجوجيت بتاعه، وفوق اكس ناقص اي واي. هجمع بقى كل الريال مع بعضه، عندنا الريال اللي هو الترم اللي هو فيه اكس، طبعا كل ده مضروب في في انفينيتي يعني، الترم اللي فيه اكس والترم اللي هو ار سكوير في x على x سكوير زائد y سكوير، فهاخد x عامل مشترك فيبقى x في 1 زائد r سكوير على x سكوير زائد y سكوير. كل الايماجري اللي هو i في y وهنا minus i في y على x سكوير زائد y سكوير، وطبعا مضروب في r سكوير، يبقى هيبقى 1 ناقص r سكوير على x سكوير زائد y سكوير، تمام؟ طيب كده شكل الكومبلكس potential بقى ايه؟ جزء ريال اهو، ده جزء ريال وده الايماجنري. يبقى ده ببساطه جدا هو فاي، هو البوتنشال فاي، والساي اللي هو الاستريم فانكشن اللي هي ساي. اقدر بعد كده بقى ايه اكمل المساله، يبقى انا جبت فاي وساي، اكمل بقى المساله. الجزء الايماجنري هيبقى هو ساي الستريم فانكشن، فهتبقى ساي ماينس في انفينيتي في واي في 1 ناقص ار سكوير على اكس سكوير زائد واي سكوير. لو انا عايز اعملها دايمنشنلس فورمات فهقول ساي الدايمنشنلس فانكشن في اكس دايمنشنلس واي دايمنشنلس، حيث اكس الدايمنشنلس بتساوي اكس على ار وواي دايمنشنلس بتساوي واي على ار، وليكن اكس كابيتال واي كابيتال مثلا يعني. و ساي الدايمنشنز هيساوي ساي على في انفينيتي في ار، تمام؟ فهتبقى الستريم فانكشن دايمنشنز بتساوي ماينس واي كابيتال في 1 ناقص 1 على اكس سكوير زائد واي سكوير. طيب ازاي بقى نقول ان الشكل بتاعنا او الجسم اللي الفلو بيتحرك حواليه هو قال لي اساسا هي اسطوانه، فبالتالي المقطع بتاعها دايره. فالفكره ايه؟ اخد values لساي، تمام؟ وابتدي اشوف العلاقة بين x و y وارسم، واقعد ارسم اكتر من كيرف لحد ما يتضح الشكل اللي الفلو بيتم حواليه. وعندنا ببساطة جدا لو حطينا مثلا ساي بصفر فعندي حلين، يا اما y بصفر يا اما 1 ناقص 1 على x سكوير زائد y سكوير بصفر. طيب لو اللي جوه القوس ده بصفر هيدينا ايه؟ معادلة ان اكس سكوير زائد واي سكوير بواحد، دي معادلة دايرة اللي هي ايه؟ اللي احنا شايفينها دي، وواي بصفر اللي هو الخط ده،
تمام، فده عبارة عن ستريم لاين اللي هو ده كده 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 ومن تحت كمان. خلاص لو خدت مثلا ساي بتساوي ماينس 3 على 2 اي رقم، هلاقي في كيرف تاني وهكذا، اخد فاليوز لساي هلاقي الشكل زي ما احنا شايفينه كده، كأن حاجة بتلف حوالين كورة، سوري بتلف حوالين دايرة، تمام، اللي هي عبارة عن مقطع الاسطوانة. يبقى انا هنا لما برسم الستريم لاينز بوضح ان الشكل هو عبارة عن اسطوانة بس متاخد فيها سكشن. الجزء الثاني اللي مطلوب في المسألة هو ان احنا نجيب في اكس وفي واي. طبعا احنا عارفين ان تفاضل الكومبلكس بوتنشال بالنسبة لزد بيدينا ماينس في اكس زائد اي في واي، دي من الحاجات اللي قلناها يعني من كام سلايد. فدي الكومبلكس بوتنشال اهو ماينس في انفينيتي في ار زد على ار زائد ار على زد. هنفاضل هيبقى طبعا ار هندخلها جوه فهتروح ار مع ار وهنا هتبقى ار سكوير. هنفاضل ماينس في انفينيتي ثابت عادي، تفاضل الزد بواحد وتفاضل واحد على زد بماينس واحد على زد سكوير، فده التفاضل اهو. ممكن نستخدم الصيغة او الشكل بتاع زد بالار وبالاكسبوننشال، زد بتساوي ار في اي اس اي ثيتا، فزد سكوير هتبقى ار سكوير في اي اس 2 اي ثيتا، تطلع فوق تبقى اس ماينس 2 اي ثيتا. بالساين والكوزاين هتبقى الاي اس ماينس 2 اي ثيتا هتبقى كوزاين 2 ثيتا ناقص اي في ساين 2 ثيتا. طبعا هنا الجزء الريال هيبقى ماينس في اكس والجزء الايماجينري هيبقى في واي. فالجزء الريال اللي هو في اكس في 1 ناقص ار سكوير على ار سكوير في كوزاين 2 ثيتا، هنضيف له اشاره نيجاتيف ويبقى ده الايه في اكس. وفي واي هو الجزء الايماجينري اللي هو ماينس في انفينيتي في ساين 2 ثيتا في طبعا ار سكوير على ار سكوير. تمام، يبقى احنا كده جبنا في اكس وفي واي. تالت حاجه كان هو طالبها مني البريشر عند السيرفيس بتاع السلندر، وعشان اجيب البريشر عند السيرفيس بتاع السلندر لازم اجيب الفيلوسيتي عند السيرفيس بتاع السلندر، واستخدم الفيلوسيتي دي في معادله برنوني ويكون المجهول هو البريشر. تعالوا نشوف كده، هحط ار بتساوي ار كابيتال واجيب الفيلوسيتي في سكوير بتساوي في اكس سكوير زائد في واي سكوير، يبقى في انفينيتي سكوير افتح قوس 1 ناقص كوزاين 2 ثيتا كل سكوير زائد ساين 2 ثيتا سكوير. طيب ساين 2 ثيتا سكوير زائد كوزاين 2 ثيتا سكوير دول بواحد، بعد كده عندي هنا 1 سكوير ده بواحد، وبعد كده ناقص 2 كوزاين 2 ثيتا. طبعا اقدر استخدم الايدنتيتي ان كوزاين 2 ثيتا بتساوي 1 ناقص ساين سكوير ثيتا، اجمع واطرح هيديني الفي سكوير ب 4 في انفينيتي سكوير ساين سكوير ثيتا. في نقطتين مهمين هنا، اولا احنا ملاحظين ان الفيلوسيتي عند السيرفيس بتاع السلندر مش بصفر، ليها قيمه، وده معناه ان في سليبج، لان لو نو سليب باوند كونديشنز يعني عند ار بتساوي ار كابيتال الفيلوسيتي بصفر، لكن this is not true لان انا عندي في الايديال فلو ما عنديش النو سليب باوند كونديشن. طيب هل معنى ذلك ان ما فيش ستاجنيشن بوينتس؟ لا طبعا في ستاجنيشن بوينتس عند ثيتا بتساوي صفر وثيتا بتساوي 180 درجه، تمام، دول عندهم الفيلوسيتي بصفر لان ساين ثيتا هيبقى بصفر. طيب تعال نشوف البريشر بروفايل عند السيرفيس بتاع السلندر. هو قال لي ان بعيد خالص البريشر بي انفينيتي والفيلوسيتي في انفينيتي. خلاص هقارن بقى ما بين السيرفيس بتاع السلندر وما بين الفار اواي فروم ذا سلندر. ف فار اواي عندي بي انفينيتي وفي انفينيتي، عند السيرفيس بتاع السلندر المجهول هو بي والفي عندي اللي انا جبتها من هنا، يبقى على طول بي ناقص بي انفينيتي هتساوي نص رو في انفينيتي سكوير في 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا، يبقى ده البريشر عند السيرفيس بتاع السلندر. ان شاء الله محاضرتنا الجايه هتبقى عن الباوندري لاير، وزي ما شفنا في محاضره النهارده ان الايديال فلو مناسب لوصف الفلو
بتاع الانفيسيد فلويدز او الحاجات اللي هي الفيسكوس بتاعتها قليله، بعيد عن السيرفس، بعيد عن السبمرجد سيرفس. لكن لما يكون جنب السيرفس خالص، لما يبقى الكام مليمتر الملاصقين للسيرفس، بيكون فرضيه الايديال فلو غير مناسبه. ابسط حاجه مثلا عشان النو سليب باوندري كونديشنز، احنا عارفين ان عند السوليد سيرفس في نو سليب، السرعه لو السوليد ده ستيشنري يبقى اللاير بتاعت الفلويد الملاصقه ليه ستيشنري، بس ذس از نوت ترو في الايديال فلو. فمن هنا جت فكره الباوندري لاير، ان احنا بنقول ايه، لا ده في طبقه صغيره خالص حوالين السوليد ما بقدرش اطبق عليها الايديال فلو كونديشنز، وبيبقى ليها خصوصيه معينه وبوصفها بشكل تاني. الطبقه دي بنسميها باوندري لاير، وان شاء الله في المحاضره الجايه هنشرحها بالتفصيل ونشوف ازاي نقدر نوصفها. شكرا لكم.